بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، البدء بالبسملة كما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه إلى الملوك التي فيها الدعوة إلى الله عز وجل. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعدما أنزل الله عز وجل عليه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن القرآن قد بدأ بالبسملة، وهذا يدلنا على أن السنة في كتابة الرسائل والكتب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله فهو أقطع، فهو حديث ضعيف. و يعني وإن صححه أو حسنه بعض أهل العلم. وكذا حديث أبي داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، كذلك. والله أعلى وأعلى. أما بدء النبي صلى الله عليه وسلم مراسلاته بسم الله الرحمن الرحيم فهذا كما ذكرنا هو السنة الثابتة في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم إما تقدر جملة اسمية أو فعلية، يعني إما أن يكون بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ. والجملة الاسمية أكمل للاستمرار والدوام، أي بسم الله ابتدائي. يقول الشيخ رحمه الله أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، وده أقرب والله أعلم. والصحيح في قضية الاسم والمسمى أن الاسم للمسمى، فلا يقال هو ذات المسمى ولا هو غيره، فالاسم للمسمى كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. واسم الله سبحانه وتعالى الاسم الدال على استحقاقه العبادة عز وجل. والصحيح أنه مشتق، هذا أصح أقوال أهل العلم، من الإله، فالله هو الإله المعبود، وأصله إله وحذفت الهمزة تسهيلا، فالنطق الله بمعنى الإله المعبود سبحانه وتعالى. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام واللام الزيادة فأدغمت في الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، فهو الإله المعبود. قال ابن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. قال ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ذكرها، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا أواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل،
وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من سعد، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما ولد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا من أحسن الكلام رحمه الله وغفر له. أما اسم الرحمن الرحيم فهما اسمان يدلان على صفة الرحمة، وكما ذكرنا من قبل أن اسم الرحمن الاسم الدال على صفة الذات، واسم الرحيم الدال على صفة الفعل، ولذلك يذكر الأول مطلقا والثاني مقيدا بالمشيئة، فهو سبحانه وتعالى يرحم من يشاء، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذا صفة الفعل. وأما الرحمن فهو اسم دال على ذات الرب عز وجل، لذا استعمل بمعنى العلم، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال ابن القيم رحمه الله أيضا فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. وألوهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفة الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن سبحانه وتعالى. قوله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم جمع بين التسمية وبين الحمد الذي هو المبدأ في الخطب، فجمع بين التسمية الذي هو التي هي المبدأ في الرسائل والكتب، والحمد الذي هو المبدأ في الخطب. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه كلها بالحمد لله، وقد جمع الله عز وجل في افتتاح كتابه بالبسملة والحمد، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهذا فيه كمال الثناء على الله عز وجل. والحمد لله الثناء بالكلام يعني على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فالحمد ثناء مع تعظيم القلب، ولذلك لا بد فيه من عمل القلب ونطق اللسان. أما الثناء فقط فقد يكون مدحا بلا تعظيم، يقال أثنى عليه أو مدحه، وقد يكون المادح معظما وقد يكون راغبا أو راهبا، فلا يستلزم ذلك الحمد. فكل حامد فهو مثن، وليس كل مادح حامدا، فقد يكون يمدحه كما ذكرنا رغبة فيما عنده أو رهبة مما عنده، وهو يبغضه في قلبه ولا يعظمه الممدوح، يعني قد يكون المادح كارها للممدوح. ولذلك الحمد هو الذي ورد في القرآن ولم يرد المدح كما ذكرنا، لأنه بلا تعظيم. والحمد لابد فيه من الثناء بالكلام، وهذا فرق بينه وبين الشكر والله أعلم كما يأتي إن شاء الله. والجميل الاختياري المقصود به ما هو من صفات الكمال، سواء كان صفة ذات أو إحسان إلى الغير، فالله له الحمد على كماله وجماله وجلاله وعظمته، وله الحمد على إحسانه إلى عباده، ففي مقابلة النعمة ومطلقا
فالحمد أعم، والشكر متعلق بالنعمة، الشكر متعلق بالإحسان والنعم التي تصل إلى الشاكر، وإن كان الشكر أعم من جهة الآلة التي يؤدى بها، فالشكر يؤدى بالقول والقلب والجوارح، كما قال تعالى أعمال آل داود شكرا. وصل اللهم على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فالصلاة من الله عز وجل الثناء والرحمة وذكره في الملأ الأعلى. فنحن نطلب من الله أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ندعو الله ذلك، ندعو الله بذلك، لأن كأننا نقر أن لا نحسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يصلي عليه. فهذه صلاتنا دعاؤنا، فالصلاة من العبد الدعاء، والصلاة من الملائكة كذلك الدعاء يعني الثناء عليه، والصلاة من الله عز وجل الدعاء والرحمة، الدعاء من الصلاة من الله عز وجل الثناء والرحمة، الثناء على العبد. اللي هو بين اللي هو الشكر والحمد، بنقول ان الشكر اعم من جهة الآلة، يعني يجتمع بينه عموم خصوص وجهي، وجهي يعني هذا اخص من وجه، وهذا اعم من وجه، انما نفس الوجه، وهذا الاخر اخص اعم من وجه اخر، واخص والتاني اخص من هذا الوجه الاخر. بنقول له الحمد اعم من جهة انه يكون ثناء على المحمود لكماله الذاتي ولإحسانه، فهذا أعم من هذه الجهة. الشكر أخص من هذه الجهة اللي هي من جهة استحقاقه للحمد. لماذا؟ الشكر يكون على الإحسان والنعمة، فهنا الشكر أخص، الشكر أخص من الحمد. لا يقال شكرته لعظمته أو شكرته لغناه، وإنما تقول شكرته لأنه أحسن إلي. فمن هنا الشكر أخص والحمد عام من جهة الآلة التي يؤدى بها. الحمد أخص لأنه لابد فيه من اللسان مع تعظيم القلب. الشكر يمكن يكون عمل فقط، يقال عامل شكرا، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فهو أعم من جهة الآلة، والشكر أعم من جهة الآلة، والحمد أخص من جهة الآلة. فبينهما عموم خصوص وجهي، لأن الخصوص والعموم المطلق يعني أحدهما أخص من الآخر مطلقا. يعني لو قلت العرب من الناس، العرب والناس، فبينهما عموم خصوص إدول مطلق، إن العرب أخص مطلقا مش كده، والناس أعم إيه مطلقا، مش وجه وجه، يعني مش دول أخص من وجه أعم من وجه مثلا. يعني يجتمعان في مادة اللي هي مادة إيه سبب استحقاق المدح، وخبرك وينفرد يجتمعان في كل منهما إنهما إيه يكون بالقلب واللسان مع على الجميل على الإحسان، دول مجتمعين فيها، لأنه يحمد على إحسانه ويشكر على إحسانه، مش كده؟ يشكر بالقلب واللسان ويحمد بالقلب واللسان. منفرد الشكر في أنه قد يكون بالعمل الجوارح، ومنفرد الحمد في أنه يكون على الثناء، الثناء على الجميل الاختياري على الجمال والجلال وصفات الكمال الذاتي. قال كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو التوحيد يعني مصدر قد يراد به اعتقاد الوحدة أو جعل الشيء واحدا، والمراد به الأول هنا اعتقاد وحدانية الرب سبحانه وتعالى، اعتقاد الوحدانية أن الله واحد لا شريك له. وأما جعل الشيء واحدا كما يقال وحدت المتفرقين مثلا، وحدت بين الفريقين، ليس هذا هو المقصود هنا. فتوحيد الله سبحانه وتعالى يشمل توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة يشمل توحيد ذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته، يعني ذاته أسماء وصفات وأفعاله، لأن الربوبية معناها التفرد بالأفعال، خلق والرزق والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال وغير ذلك. وإثبات الأسماء والصفات الدالة على هذه الأفعال وغيرها. وأما توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، هو أن يفرد الرب عز وجل بأنواع العبادات من العباد،
فتوحيد المعرفة والإثبات متعلق بصفات الرب، أسماء الرب عز وجل وصفاته وأفعاله. وأما توحيد القصد والطلب فهو متعلق بأفعال العباد. إذا قالوا توحيد الأول توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله، والتوحيد الألوهية توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد بالركوع والسجود والخوف والرجاء، هذه أفعال العباد. وهكذا يعني الأنواع كلها ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأمم كان نزاعها في توحيد الألوهية وبعض معاني توحيد الربوبية. معنى توحيد الربوبية الذي ذكره أهل العلم وذكروا كثيرا أو ذكر كثير منهم أن الأمم كانت مقرة به، إنما هو ببعض أنواعه كما يتبين من ذكر معاني الربوبية. الإقرار بثلاثة معان: الرب سبحانه وتعالى الذي له الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق، فهو سبحانه وتعالى الذي يربي خلقه، الذي يرب خلقه يصلحهم سبحانه وتعالى. وقيل من التربية وقيل من الرب، هي أصلها ظاهرة، الظاهر فيها أنه من يعني أصل مادة رب راء باء باء وليس راء باء ياء، ليست من التربية، لكن معنى الرب هل عندك أو لك عنده من نعمة تربها يعني تصلحها. فالله عز وجل يقوم بكل شأن خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدهم وهو الذي رزقهم وهو الذي أحياهم وهو الذي أقامهم سبحانه وتعالى. معنى الخلق والرزق والتدبير والقيام بشؤون الخلق، فهو سبحانه وتعالى المنفرد بذلك كله. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. معنى الرزق والملك كذلك هو المعنى الثاني، هو يملك السمع والأبصار. إخراج الحي من الميت فعل الرب، يخرج الميت من الحي فعل الرب إخراجه عز وجل. من يدبر الأمر يشمل ذلك كله وزيادة عليه، وهذا من عطف العام على الخاص، فإن الله ذكر بعض تدبير الأمر ثم ذكر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم أقروا بانفراد الرب بهذا المعنى، ولكن لم يقروا بما يلزمه من أن يتقوه وحده ويتقوا الشرك به عز وجل. فجعل الله توحيد الربوبية الذي أقروا به دليلا على لزوم تقواه، والتقوى فعل من؟ فعل العبد. تدبير الأمر فعل من؟ فعل الرب. فنقول جعل توحيد الربوبية، إقرارهم بتوحيد الربوبية، دليلا ملزما لهم على أن يوحدوا بأفعالهم، بأن يتقوه، بأن يعبدوه، بأن يخافوه ويرجوه، لأن هذه تقوى الله، أن يجعل وقاية من معصية الله عز وجل ومن سخطه وعقابه بطاعته. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر سبحانه وتعالى دليل يعني الأمر بالعبادة الذي أمر به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما الدليل؟ الذي خلقكم. فهو سبحانه يستحق أن يعبد، لأنه وحده الذي خلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم. لعلكم تتقون، أي إذا عبدتم الله اتقيتموه. يبقى أفلا تتقون، أفلا تعبدون الله، لأن التقوى إنما يصل إليه العبد إذا عبد الله عز وجل، وهي الغاية من التشريعات والعبادات حتى تحصل العبادة في القلب، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. المعنى الثاني معنى الملك لكل ما في هذا الكون. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، لم دي الملكية، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، مالك السماوات السبع ومالك ما فيهما ورب العرش العظيم مالكه، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. لله هذه الملكية أيضا، قل أفلا تتقون، نفس الاستدلال. وأكثر أنواع الاستدلال على توحيد الألوهية هو الاستدلال بتوحيد الربوبية، وهناك دليلان تكرر دائما في القرآن، وأكثر أدلة تكررها في القرآن على توحيد الألوهية دليلان. الدليل الأول هذا الدليل، دليل توحيد الربوبية، وإقرار عامة الخلق به، لا يجادل فيه إلا مكابر ومجادل بالباطل،
ومعرض عن الفهم إذا كان يظن بالفعل أن لا يوجد فاعل لهذه الأشياء، مخالف للفطرة. الدليل الثاني، دليل على توحيد الألوهية الذي أكثر استعماله في القرآن، هو دليل الفطرة الإنسانية المائلة إلى الله اللي هو الحنيفية، فأقم وجهك للدين حنيفا. وإنما يجد هذا الدليل من عمل بتوحيد الألوهية فعلا، فيكون ذلك دليلا من أقوى أنواع الأدلة، بل هو أقوى من الأول لمن ذاقه وجده، وهو أن العبد يجد في نفسه ميلا وحاجة ضرورية في قلبه، فقرا أكيدا إلى التأله والتعبد والخضوع لإله يعبده وحده لا شريك له، ولا يسد حاجة القلب بهذا وهذا الشوق والميل الفطري الطبيعي إلى العبادة، لا يسدها لا يسد هذه الحاجة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. وإنما يجد هذا الأمر من ذاق حلاوة العبادة وحقيقتها ووجدها بالفعل، فوجد ربه سبحانه وتعالى وعلم يعني كيف أن عبادة الله عز وجل هي التي لا يستقر القلب ولا يسكن إلا بها، كما قال سبحانه وتعالى في بيان هذا الدليل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الجماد لا يشعر أن أحياء، أما الحي فهو يشعر بالفرق بين الحي والميت. الأعمى لا يدرك، الذي من خلق أعمى لا يدرك معنى البصر مثل ما يدركه البصير، البصير والذي يدرك الفرق. وكذلك فالمؤمن هو الذي علم الفرق بين الإيمان والكفر، كما الفرق بين الموت والحياة وهكذا. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، اللي في الظلام نشأ لا يدري ما النور، أما إذا رأى النور علم معنى الظلمة. فلذلك المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان والذي يعرف هذا الدليل ويريده أوضح الأدلة، لأنه قد جرب وذاق، كما ضربنا قبل ذلك مثالا، وقلنا أن مثال الدليل الأول مثال يعني مثلا آلة فيها مكان لترس، وعند الذي يبحث عن هذا الترس عدة تروس، فينظر أولا أي ترس الذي يناسب هذا المكان الفارغ، فيقيس مثلا وجد قطر المكان الفارغ 10 سنتيمترات، وجد عنده دروس 1 10 1 15 1 20 1 5، فإذا نظر قال الذي يقتضيه الأمر أن هذه الآلة إذا وضع فيها الترس الذي هو 10 سنتيمتر سوف تستقيم حالها قبل أن يجرب الآلة. فإذا وضعه ووجد الآلة تنتج الإنتاج المطلوب، وجدها تسير السير الممتاز، قال بالتأكيد هو ذلك، ليس هناك احتمالات أخرى. فيضاف إلى ذلك إذا جرب تجارب أخرى، كأن وضع مثلا بلا نظر الترس الصغير 5 سنتيمترات فوجد الآلة لا تدور، أو وجد الترس الكبير فوجدها انحشر فيها ولم تدو وتكسرت وكسرت الترس وتعذب يعني العامل والآلة نفسهما ولم تنتج أي إنتاج. فإذا كان قد جرب ذلك أو جرب غيره أمامه ووردهم يفشلون ويفسدون، ووضع هو الترس المناسب فقال نعم هذا بالتأكيد، فهذا دليل آخر، دليل وجودي حسي، إنما يحسه من وجد. فهذا كما قال إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين، هو يعبر عن أنه لا يحتاج إلى أن يحب، ما قالش هنا يعني مثلا لا أعبد، قال ذكر الحب لأنه هنا في مقام يعني أن نفس الإنسانية تطلب وتتطلع وتبحث عن إله محبوب معبود تذل له وتخضع. فنقول أكثر أنواع الأدلة في القرآن، الدليل الأول أنه إن أكثر الناس لم يذق، أكثرهم يبدأون على الكفر إلا من هداهم الله للإيمان، فهم أصلا يبدأون الأمر على الكفر، فلذلك احتج لهم بالدليل اللي هو من الخارج ده، زي يقول لك قيس وشوف وانظر هتلاقي أن الكون ده ما يصلحش، كما أن له رب واحد لا يصلح أن يكون له إلا إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ده هنا ما لم يقل لو كان فيهما أرباب، لا ده الأرباب دي ظاهرة جدا، لكن هي عند التأمل تقول لا ده لا يصلح أن يوجد من يعبد في الكون إلا الله، لو أن في الكون من تشتاق إليه القلوب وتميل إليه وتعبد غير الله لفسد الكون، لا يوجد ذلك، لأن القلوب لابد أن تميل إلى إله واحد. فهذا المعنى الذي تكرر في القرآن، استدلال بتوحيد الربوبية أكثر من الاستدلال الثاني،
وإن كان الثاني كثيرا جدا وموجودا، وهو الإسلال بما في الفطرة الإنسانية من الحاجة إلى التأله والتعب. الغرض المقصود يعني في هنا أن هذه الآية تضمنت إثبات توحيد الربوبية والإسلال به على توحيد الإلهية. قول من رب السماوات السبع، بس المعنى الثاني ظاهر في هذه الآية الثانية، وزي ما قلنا المعنى الأولاني ظاهر في الآية الأولى التي ذكرنا، والاحتجاج على الكفار بالخلق وتدبير الأمر. قال سبحانه وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ملكوت من الملك على وزن فعلوت، يعني هي بمعنى هو الله له الملك والملك سبحانه وتعالى، والملك هو أخص بمعنى الثالث، كلاهما متلازم في حق الله عز وجل. في حق الناس الملك والملك ليس متلازمان، ممكن يكون مالك زي ما نقول مثلا ده مالك المسجل ده، ولا مالك هذه الترابيزة مثلا، ولا مالك هذه البناية، بس مش ملك، ملوش أمر ونهي على الناس ولا نحو ذلك. وقد يكون ملكا وليس إيه بمالك، يعني الملوك مثلا في أزمنة يعني عدم وجود الرقيق والحرية يملكون الأمر والنهي في الناس، ولا يملكون ليه الذوات، ما لا يملكون ذوات البشر، ما همش يعني مالكين. وإلا والحقيقة أن كل ده في حق البشر عارية ومجاز في المعاني كلها، أن المنفرد بالملك الحقيقي والملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني كيف يعني يظن أنهم يعني بأن هذا الكلام ينسب إلى السحر، وأنهم يسحرون إذا دعوا إلى التوحيد، كيف ذلك؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسحرهم إذا دعاهم إلى توحيد الله عز وجل؟ وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير هو الغلاف الرقيقة التي على نواة البلح. والذين تدعون من دونه، كل من دون الله لا يملك قطميرا، وإنما تذكر العرب للتحقير وللهوان. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. دائما انظر، بعد ما ذكر توحيد الربوية في معنى الملك والملك ذكر والذين تدعون، يبقى أنتوا إزاي تدعوا غير الله وهو لا يملك قطميرا فما فوقه، وده شرك بالله دعاؤكم غير الله عز وجل. الدعاء فعل مين؟ فعل العبد. يبقى توحيد إيه؟ الألوهية. الدليل عليه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. جميع أنواع الملك منتفية. ممكن يكون ملك مستقل فنفاه الله عز وجل عن ذرة فما فوقها، إن يكون ملك مستقل لأحد من دون الله في أي هذا الكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ممكن يكون مشاركة على ذرة أو على شيء، قال وما لهم فيهما من شرك. ممكن يكون معاونة زي الملائكة، ما يظن بهم يعاونون الله إنما يظن ذلك الجهلة، يفتكروا أن الملائكة بتعاون ربنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قواهم وأعطاهم وأمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. فقال وما له منهم من ظهير، يعني معين، الله لا يعينه أحد سبحانه وتعالى. بقيت الشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة ملك له عز وجل، أثبت منها المشروع الذي هو بإذنه، ونفى منها الباطل الشركي الذي يعتقد المشركون أن غير الله يملك الشفاعة. فالملك الكامل لله. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك، وقال تعالى بيده الملك. فهذا المعنى الثاني من معاني الربوبية. المعنى الثالث: السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق. زي ما قلنا الملك، لأن الملك أمر ونهي، حق الأمر السيادة. قال في لسان العرب: رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. كما قال أي قال أيضا ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك المطاع. ومنه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هم اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، لأنه قالوا ربنا إلهنا يسوع المسيح الذي ينسبون له صفات الرب من الخلق والرزق والتدبير. لكن فصل بينه وبين ذكر الأرباب الأحبار والرهبان، لأنهم إنما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا لا على سبيل
انهم خلقوا او رزقوا, ولا على سبيل انهم مملوكين عندهم يعني يملكون اموالهم ونحو ذلك, وانما على سبيل الايه الامر والنهي والتشريع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرموا الحلال ويحرموا الحرام فاتبعتهم, قال بلى, قال فتلك عبادتهم. وقال عكرمة بن ابي جهل ولا صفوان بن اميه في غزوة حنين لما قال بعض من لم يحسن اسلامه بعد قبل الغزوة يعني ان يعني ان هوازن تنتصر او نحو ذلك او حين في اول غزوة, فقال لأن يربني رجل من قريش, يعني النبي عليه الصلاة والسلام, احب الي من ان يربني رجل من هوازن. يربني يعني يكون ربا علي سيدا لي يعني هذا المال. فان هو يقصد ان يقول يعني يكون رئيسنا قريش احسن ما يكون ايه هوازن من هوازن. قال الله عز وجل آلى له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين, فجمع بين الخلق والامر, فكما انه الذي خلق فهو وحده الذي يأمر عباده ويشرع لهم ما يشاء والله يحكم ما يشاء. فليجعل لله عز وجل شريكا في الامر كمن جعل الله شريكا في الايه في الخلق, وكلاهما مناف لربوبية رب العالمين. ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالربوبية تقتضي انفراد بالخلق وما يعني يتبعه من الرزق والتدبير والملك, وكذلك في الامر والنهي وفي التشريع, كما ان له الامر كونا عز وجل يأمر بكن فيكون سبحانه وتعالى. وهذه المعاني لتوحيد الربوبية في الحقيقة رغم ان المشركين قد اقروا بالمعنى يعني بالمعنيين الاوليين منهما, الا ان يعني الاقرار لم يكن عن يعني اقرارا راسخا يستلزم لوازمه, لان الاقرار ده لو كان مع استحضار معني لا لازم منه بالتاكيد يعني توحيد الالهيه. نازعوا في الثالث صراحه وقالوا ان غير الله يامر وينهى ويشرع ونعوذ بالله, فكما نزعوا في توحيد الألوهية فألزمهم القرآن بما أقروا به وجعله برهانا على ما جحدوه, كما في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله تبارك وتعالى إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نقول أن من يتأمل يعني أنواع الشرك المضادة لهذه المعاني في الألوهية يجدها منتشرة في البشر, فأما في الخلق والرزق والتدبير فهناك من يعتقد أن للكون خالقين او اكثر, فها يعني كالثانوية الذين يقولون بإله خالق الخير وإله خالق الشر, والهنود واليونان والرومان السابقين كلهم يجعلون لكل شيء إلها والعياذ بالله. والمصائب العظيمة ان هذه الآلهة تحيا من جديد من خلال الافلام والمسلسلات ونحو ذلك, يجعلون لكل شيء خالقا ومدبرا لامر, الحب له إله والخير له إله والشر له إله, الحرب لها إله والسلم لها إله والعياذ بالله. بل ويرسمون يعني هذه الأفلام والمسلسلات التي يعني تستحدث وينشر في الناس أن كذا إله الخير وكذا إله الشر, والأساطير الفرعونية القديمة كل شيء أيضا له آلهة, والآلهة تتصارع وتتزاوج وتتناسل, وكل شيء يعني شيء له إله يدبر أمره والعياذ بالله. هذا شرك منتشر نعوذ بالله من ذلك. وهناك من يعتقد في أمر أن الخلق يعني أن الخلق خلقه رب واحد, ولكن التدبير يجعلونه لأرباب متعددين لأقطاب يدبرون أمر الكون, كما يعتقد الصوفية والعياذ بالله كثير منهم. نعني من يعتقدون أن الكون أقطاب, ليس أن هؤلاء الأقطاب مثلا يعني أو أوتاد كما يقول مثلا أو نحو ذلك أنهم يعني عباد الله, بل بأنهم الذين يدبرون أمر الكون أرباعا, فهناك ربع للدسوقي وربع للبدوي وربع للجيلاني وربع لآخر بقى حسب التقسيم المخترع الضال الكفري الذي يخترعونه والعياذ بالله. ومن ذلك أشياء رهيبة والعياذ بالله يتناقلونها في الموالد والمجالس الكفرية التي يعني يعتقدون ينسبون لهؤلاء أنهم غياث المستغيثين والعياذ بالله. يقولون عن البدوي أنه غياث المستغيثين ومجير المستجيرين يعني ونحو ذلك. أخبرني بعض من حضر مجلسا في أيام مولد ليلة ختامية للبدوي, وفي حضور الكبار
المشايخ والمحافظين والوزراء الذين يحضرون هذه المجالس كثيرا، فحتى مشايخ كبار مشهورين. وقال خليفة هذا الرجل المزعوم يعني أنه من كرائم من كرامات البدوي أن ملك الموت ذهب أمره الله ليقبض روح البدوي في الأرض ففر منه في السماء، فذهب يقبضه في السماء ففر منه في الأرض، فذهب إلى المشرق ففر منه المغرب، فذهب إلى المغرب ففر من المغرب، فأعيا ملك الموت، فذهب ملك الموت يشتكي إلى الله وقال له أنه كلفه بما لا يقدر على أن يقبض روح البدوي. فتعالى كيف تفوى هذا الرجل بكلمة فظيعة أن الله عز وجل قال مدد يا بدوي والعياذ بالله. تعالى الله عن قريب، كذب فظيع أكثر من اليهود والنصارى والله. وكم من الناس يعني هلل وضج يعني عندما سمع مثل ذلك من الكفر البواح والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فهم يعتقدون أن هؤلاء هم الذين يدبرون الأمور نعوذ بالله. أما اعتقاد الكفار في الكواكب والنجوم والأبراج وأنها يعني تدبر أحداثا على وجه الأرض، يعني كتب السحر مليئة بذلك، أشياء دي أشياء مش بعيدة للأسف عن واقع المسلمين وغيرهم، ده كتب السحر والوضعات عباد للنجوم والكواكب معتقدين النجم الفلاني للشيء الفلاني وأنه الذي يدبر الحاجة الفلانية. وما يعني عقائد رؤساء الدول الكبرى ولجوهم إلى المنجمين والكهان ببعيد عنا، يقول لك يلتم بيروح مش عارف للكهنة العرافة الفلانية والتاني ده كارتر كان له مش عارف مين والتاني والموجود برضو ده كل منهم له ايه عرافين ومنجمين ويروح يسألوهم معتقدين، لان هم اصلا الغيب بالنسبة لهم ده عبارة عن ظلمة عماية سودة مش فاهمين فيها حاجة ما فيش نور فيها ابدا. فالعقائد اللي هي يعني عقائد الفساد والضلال والشرك والباطل الذي يعني لا شك فيه مختلط عندهم بالدين، مثلا ما بقي من يعني النصرانية او اليهودية او نحو ذلك، واعتقادات اليهود اصلا في ذلك يعني اعتقادات فظيعة، هم ناشري هذه الفساد هذه المفاسد في اعتقاد ان الكون يدبره يعني النجوم والكواكب، وعملهم في السحر مبني على عبادة الكواكب والنجوم والعياذ بالله من ذلك. فمثل هذا الامر منتشر انتشار كبير والعياذ بالله، فهناك من ينازع في هذا المعنى كثيرا وان اقر بمعنى الخلق. وزيك بنقول ان اقرار المشركين كان اقرار دائما اقرار ناقص، المجوسية مخالفين في ذلك، المجوسية من هذه الامة اقصد القدرية الذين يقولون نحن نخلق افعالنا، فهم مجوس هذه الامة الذين يقولون ان الشر يخلقه الناس والله هو الذي يخلق الخير، فهذا او ان الله يخلق الذوات والبشر والناس يخلقون افعالهم، هذا كلام المعتزلة تصريحا والعياذ بالله وكتبهم تنشر. فهذا كله منازعة في الربوبية في المعنى الاول. اما المعنى الثاني فاكثر واكثر، فان منازعة الرب عز وجل في الملك وقول من يقول اننا احرار ولسنا مملوكين، فلا احد يملك امرنا، الحرية المطلقة التي ينادي بها من ينادي هذه منافاة لمن يعتقد ان الرب عز وجل هو الملك المالك لكل ما في هذا الكون، لان الملك لله سبحانه وتعالى يقتضي انك عبد مملوك تتصرف باوامر المالك الحق، كما يعني هو معلوم ان الملك معنى الرب معنى الملك يقتضي ان لا تتصرف في ملك ما صاحب الملك الا بامره واذنه. فانظر الى العلمانية الحديثة والوجودية التي ليست فقط في قضية الحكم والتشريع، لا، انما في اخص خصائص يعني تصرفات الانسان، يقول الانسان حر يفعل ما يشتهي، حر يكفر، ودي الحرية دي يعني احد دعائم الغرب مش عايز اقول الحضارة الانهيار الغربي الحديث، احد دعائم هذا الضلال الهائل الذي يعيشه البشر في المشارق والمغارب، الحرية المنافية تماما لتوحيد الربوبية، ان الحر يعني له ان يتصرف كما يشاء. الحرية دي معناها كما ذكرنا حرية الكفر، حرية السب واللعن والشتم، حرية انكار وجود الله، حرية الخروج عن الشر، حرية الزنا والفحش، وانما الخضوع فقط لسلطان الهوى والعياذ بالله. انظمة الفلسفات الوجودية وغيرها وكلها منبعها من العلمانية المعاصرة التي اسستها الثورة الفرنسية، التي تقول بان الحرية المطلقة التي هي اساس حياة الناس، ودي كلها تجدها يعني ذلك هم لو هيحترموا يعني الحقوق الانسان عندهم عشان الحرية
مش عشان حاجة تانية. ولذلك لو ان الناس مكسب وجدت يعني حريتها في انها تعبد ربنا عندهم عشان ان كل واحد حر يفعل ما يريد, فدي منافاة لتوحيد الربوبية. العبد المربوب يتصرف في امر يعني في ملك سيده بما يأمر به سيده. قال عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. الانسان سمعه وبصره وقلبه وجوارحه مش بتاعته ومش ملكه, ودليل هذا الامر ظاهر والله ان العبد وهب له هذا الامر وينزع منه, ففيما بين ذلك كيف يكون العبد حرا؟ هو كان حر امتى؟ لما ولد ولا كان حر امتى؟ لما يموت. يبقى فيما بين ذلك انا حر جاهل والله وكاذب وليس بحر حقيقة, بل نفسه ليس بحر فيه, دقة قلبه ليس بحر فيه, فأنى ان يقول انا حر والعياذ بالله. ذلك قضية خطيرة مع انها تضرب بجذورها في قلوب كثير من الخلق, نسأل الله العفو والعافية. اما المعنى الثالث معنى الربوبية فمنازعة فيه اشد, انها قديمة, ده من ايام اليهود والنصارى وايام المشركين وفي زماننا من يعطي حق التشريع للملوك او للكبار والرؤساء او للمجالس التي يسمونها تشريعية ويقولون المشرع عندما قرر في المادة الفلانية كذا, مع انها مخالفة لشرع الله صراحة, ويقول يسمونه مشرعا ويتكلمون في حكمته, كان حكيما المشرع عندما مثلا جعل الزنا حرية شخصية والعياذ بالله, مثلا نعوذ بالله من الكفر. واحد يقول حكمة التشريع الوضعي ويقعد يتكلم على حكمة التشريع الوضعي, نعوذ بالله, ده منافاة لأصل الدين, منافاة لتوحيد الربوبية, أن يعتقد أن غير الله له أن يشرع, فضلا أن أقبح منها والعياذ بالله. البعض إذا جعل مع الله مشرعين يعني يجعل يعني يشرع جنب شرع ربنا زي مصدر رئيسي ومصادر فرعية مثلا, أو مصدر أحد المصادر زي ما يقول لك المصادر أربعة, النصوص الدستورية ثم القانونية ثم العرف ثم الأعراف ثم شريعة الله, ده كان قبل التعديل الدستوري, بس ده الأصل القانوني عند مثلا عند الغرب أو عند غيرهم, إن دي التشريعات ما عندهمش حتى الشريعة الإسلامية كمان طبعا, لكن ده الأصل للتشريع عندهم. لما خلوا الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بس لسه في مصادر فرعية محتملة والعياذ بالله. فضلا بقى إن واحد يعتقد إن لبعض الخلق بقى ان هو الاولوية على شرع الله, يعني شرع ربنا يتعرض على الناس وتقول لهم موافقين ولا مش موافقين, لو وافقوا يبقى شر ولو موافقوش ما وافقوش يبقى شر, مش شر. سواء احد من الناس يعني 300 400 واحد 500 اعضاء المجالس التشريعية او عموم الناس, يتقال لهم ان كل الناس من حقهم ان يعني يعرض عليهم التشريع شرع ربنا ويستفتوا عليه هل تقبلون ذلك ام لا, والا لم يكن مشروعا ذلك. فهذه معاني كلها مخالفة لتوحيد الربوبية, مظاهر مظاهر الشرك في توحيد الربوبية منتشرة في الناس والعياذ بالله من ذلك. الكلام على أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن, وهذه مسألة مهمة عظيمة, وذلك لأجل أن الكثير من يعني الناس إذا قرأ من كلام العلماء أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون فلم يدخلهم ذلك في الإسلام يهون عليه هذا الأمر, أو يظن أن له ليس له أثر في يعني نفس المؤمن. فنقول اعلم وفقني الله وإياك أن متى ولد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا استتبعه ولابد توحيد الألوهية عند كل ذي لب وعقل, كما نبه عليه القرآن, وأن استحضار معاني الربوبية مع الأسماء والصفات في القلب هو أصل كل العبادات التي يتوجه بها العبد لربه, كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة والنسك والمحيا والممات لله هو عز وجل رب العالمين, لأنه رب العالمين فلابد أن تكون العبادات كلها له. ولو تأملت الآيات والأحاديث التي تستحضر الربوبية ومعانيها والتي تحث على التفكير في آثارها في الكون لعلمت أهمية هذا النوع من التوحيد وأثره في الإيمان والعمل. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتأمل خواتيم سورة آل عمران التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل,
مع النظر في السماء، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فنظر في السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى ختم العشر آيات. وتأمل سورة الأنعام وغيرها تجد هذا الأمر جليا واضحا. وأمرر هذه الآيات على قلبك تجد لها أعظم الأثر في زيادة الإيمان ودفع العبد لمزيد من العبادة لله والحب له والتوجه إليه. ذلك بنقول أن قضية توحيد الربوبية في معنى التدبير والخلق والرزق دي معاني عظيمة الأهمية، مع كونها يعني من تدل عليها أسماء الله وصفاته، وهي معاني الربوبية كذلك كما ذكرنا التفكير فيها واستحضارها في القلب ومشاهدة آثارها في الوجود تجعل العبد يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف حال أحد السابقين إلى الله، قال: فإذا وضع أحدهم جنبه على مضرعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه. أنفاسه يعني همته، يقصد بذلك همة الإنسان وإرادته صعدت إلى الله عز وجل، استحضر فكره وتذكره لله عز وجل، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العليا وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. القلب يعني يشاهد، يعني يشاهد الآثار، وليس أن القلب يرى ربه عز وجل كما قد يتبادر، لكن صاغه هو بعبارة أدبية فتحمل على ما يدل عليه السياق. وإلا فالصحيح الذي لا شك فيه أن أحدا لم يرى الله عز وجل بقلبه فضلا عن عينيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه ولم يره بعينه. فالقلوب لا تشاهد الله عز وجل في هذه الدنيا ولا الأعين إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم عز وجل. الغرض المقصود يعني، قال: مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضرعه، وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته، فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. هو الخضوع الدائم والاستكانة الدائمة لله عز وجل. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، يعني القلب ده كأن الكون ده صحرة، القلب ده قطعها لأنه صغر لديه، لأنه استحضر عظمة الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. قطع هذا القلب إليه في سفر بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، إن الطبيعة والأشياء المحسوسة قد تحجب القلب إنه بيشوف الحاجات دي بس، يشوف السماء ما يشوفش إن وراء السماء دي أو وراء هذه الكائنات إله مدبر فوقها سبحانه وتعالى، إله يدبر، رب يدبر. لم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم، إنه يلاحظ الرسوم فقط يعني العلامات الظاهرة، والعلم اللي هو الجبل زي إنه في حاجز حجزه. فبيقول القلب ده لا، ما وقفش عند الرسوم بس ولاحظ المظاهر الخارجية فقط، لكنه قطع الطريق إلى ربه، دخل على رب، حتى دخل على ربه في داره. في داره يعني الله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، وفي داره في جنته، وفي معنى فوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخل على ربي في داره، يعني فوق عرشه عز وجل وعرشه سقف جنته. قال: فشهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.